إذن مشاهدينا نتحول إلى صحيفة الانتباه، وبها نختم هذه الجولة ونقرأ منها: معتمد الخرطوم، الباعث الجائلون والفريشة يرسمون لوحة قبيحة في العاصمة. برر معتمد الخرطوم أحمد علي عثمان أبو الشنب منعه نشاطات الباعث الجائلين والفريشة كونهم يشكلون لوحة قبيحة في الشوارع الرئيسة في الخرطوم. وقال المعتمد في برنامج تلفزيوني إن المحلية بصدد تمليك أكشاك لبائعات الشاي مجانا حفاظا على المنظر العام ومساهمة في دعم الأسر الفقيرة والمنتجة، مؤكدا أن كل ما تتحصله المحلية من رسوم وعوائد تم تحويله إلى خدمات ومشاريع تمشي بين الناس. دكتور، قد ينظر إلى هذا التصريح أنه تمييز عنصري ضد فئة مجابهة بضغوطات الحياة. أي تمييز عنصري؟ لا أي تمييز في فئة اجتماعية محتاجة لأنك أنت تقدم لها بدائل، لكن الواضح إنه الأخ المعتمد قدم، قال عندهم هم البدائل بتاعتهم الموجودة. المهم في الموضوع شنو؟ إنه دائما أنت لما تيجي تعمل مشروع بتعمل حاجة يسميها النموذج 2 10 100 30 40 شخص، أنت بتقدمهم وبتعمل لهم مشروع، والناس دي بيبقوا غدوة للناس اللي بيجوا وراهم. فمن الواضح ان احنا كل مره بناخذ مجموعه كبيره بدون ما يكون محدد القضايا بتاعتك، ما يكون عندك النموذج اللي بتقدمه للناس بحيث الناس يكونوا مقدمين الموجود فيها. لكن طالما في اشكالات ثانيه، طالما في نزوح، طالما في ظرف اقتصادي ضاغط، بيكون في الباعه المتجولين بشكل او باخر. يعني بعض المسؤولين يرفضون او ينظرون الى الانتقادات التي توجه للمسؤولين بانها تحديدا في قضيه بائعات الشاي والباع الجاهلين والسريشه وما الى ذلك، لانها تنطلق من منصات عاطفيه واحيانا سياسيه. هل يبدو الامر صحيح؟ وماله؟ وما اذا انا دار انتقد من ناحيه عاطفيه، شفت لي طفلي في وضعي صعب وانتقدت المنظر العاطفي، تمام. المشكله شنو؟ انت لما تنطلق موقف سياسي، موقف موضوعي، موضع قانوني، موقع سياسي، ما في مشكله انك انت يكون عاطفيا انه والله انا اخوانا بتعاطف مع الناس، انا محتاج لهم وضع جيد، يعني ما فيها مشكله. موضعي سياسيا، انا كسياسي محتاج، اذا انت عندك سقراط انا اقول لك، اذا قلت لك كلام قانوني لا يحق عليك انك انت تسحب زول من الشارع وعنده حق انه يكون موجود فيه، وده بعد فيه ما افتكر ماله. انتقدوا عاطفيا، انتقدوا سياسيا، انتقدوا اقتصاديا، انتقدوا قانونيا. الاهم في 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 الجهه المعنيه باتخاذ القرار انها تتخذ قرار موضوعي بناء على حيثيات موضوعيه في بعدها القانوني والسياسي والعاطفي، بعدك دافع عن القرار بتاعك. يعني برايك دكتور، لماذا تبدو الخرطوم عاجزه عن توفير بيئه مناسبه لهذه الفئة، بائعات الشاي، الباعة الجائلين، الفريشة وما إلى ذلك؟ لماذا لم توفق في توفير البيئة الملائمة لهم لممارسة هذه المهنة؟ والله فكرنا ما تحديات الخرطوم، تحديات كثير من العواصم، حتى العواصم الدولية فيها الموجود بتاع الباعة المتجولين والسكن العشوائي والنقاط الزيدية. الأهم فيها أنك أنت توفر بدائل جيدة للناس بحيث أنك أنت تكون عندك إمكانية أنك تقدم خيارات ثانية. لكن الباعة الجايلين والباعة الموجودين في كل العالم موجودين، بس النسبة بتاعتهم ما تكون في ازدياد. من الواضح انه الان في ازدياد كثير لكثير من الجوانب بتاعتها. من الواضح انه احيانا قد تشكل مش منظر، قد تشكل مرات نواحي اخرى، حيث انها يعني اصبح في وجود اجنبي كثير مثلا بيهدد الوضع الامني، الوضع السياسي والاقتصادي، لانه كثير في المساجد الان اصبحت منصات، لانه يجوك ناس من وين؟ من سوريا، من وين؟ من اليمن ومن كذا. فالفكره انه في بعض الجوانب كذا مؤثره في الوضع اكثر من انها داخليه.